صلاح كم مرة هذا؟ كم مرة؟ أنا أربع بس، قال نحن متفقين بس وحدة. تس 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 تس، شو هذا؟ صباح الخير. مهدي هاو ار يو؟ تمام تمام. بايد ولا شوية؟ منو هاللي ناخر طول الليل؟ مو أنت. أنا؟ إيه رب الله تدوك بكذب. أنت؟ لا لا، حتى في السيارة البارحة. انت في الليل في الدرب ويومين انا سأل انزل السامان وقلت خر وخر وخر وخر. وانت ما ربي بنك مشكل انت والله. تروح انا خالد؟ ها؟ تروح؟ ايه يقول بيفتح البلكونة، حب البلكونة ستارة. دراني والله يا ابو، هاي ثاني ثالث ودي حينه من الصبح وطس طس. كان ما بمزكم انت صافي مزكم صلاح؟ مزكم انت؟ لا شو عيل؟ هوا 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 لمني والدرب. اصبحنا واصبح الملك لله. كيف حالك صلاح؟ تمام. كل شيء زين؟ صلاح؟ شو هذا؟ شو تشوف؟ شو؟ خوخ خوخ. وين خوخ؟ عندي عصيرة. ها طماط صلاح؟ ايه طماط. فرق بين الطماط وبين الخوخ؟ ايه. شو تدعم انت الحين؟ شو شو وين دابغ راسك؟ وين؟ هلا 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 هلا. يا ربي متى هذا؟ اول تفضح شبري انت. صبر اشوف. في راسك اي راس طبعه انت ما يفتر راسك. شو ضارب راسك هذا؟ هذا ولا هذا ولا ولا هذا ولا ولا ليدار هو ولا شو ولا ولا شو اللي برا هذا 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 وش تعمل انت ما شفته؟ تطح ليدرات صلاح قاعد ينطاح صلاح النطاح. اي والله. لا اول شو 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 اسمه؟ أحمر. وين الأحمر؟ هذا أحمر؟ إيه. واللي تحته؟ هذا 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 بني. بني. إنزين أظهره. لا لا. إنزين شو بعد تبغى غير؟ هذا بني. إيه. بني. إنزين اختار بنطلون. ها ها شو بنطلون تبغى؟ ها بني ويا رصاصي ها. رصاصي. بني ويا رصاصي. زين صبر عاد انا بقعد انت بعد روح يديك بحق يسار. زين وهذا شورت شو تبه؟ هذا هذا امس لابس اسود. لا هذا هي واحد 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 انا ابو بتلبس اثنين. زين ردهم مكانهم ردهم مكانهم رتبهم. ايوه بس اي بس خلاص خلاص رفعهم فوق. ايوه زين زريغات شو تبى دلاغ شو تبى؟ شو هو واحد؟ لا هذاك ملبوس. لا لا برنيطة هي أظهر البرنيطة. وين هذا حبيبي مال هذا صيفي صيفي. لا أظهر من الأطوال أظهر من الأطوال. إيه بشيرك وقف عن الأطوال ما شيء كلن صيفيات صراحة صراحة كلن صيفيات. وده بنغسل لك واحد من الأوليات. الله الله طقم طقم طقم. هذا هذه لبسة الصراحة اليوم طقم. يلا يلا غايته هذه طالت عماركم لبسة صلاح ومنتقاه. هذا هذه نقوة صلاح اللي تنقاها الألوان هذه اللي بغاها. زين هاي لبس صلاح اليوم اللي بيلبسه اليوم هذا صلاح. وهذا لبس أخوه. هذا لبس أخوه 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 كنت يا صلاح. زين هذا لبسة الخالدي. ها بعد من دلاغات الأوليات كلهن هاي صوف ما أدري من كم سنة سنة الدقيانوس. الجاكيت هذا طالت أعماركم كنا في البحر في شويهات قبل سنتين ما وعيت هنا قال لي بوي هذا عن البرد بتدخل به البحر. ما هان علي بيني وبينكم نشيت ما دخلت في البرد ولا لبسته حطيته في شنطتي لين اليوم وظهر حينه. ليش أسوي ما هان علي البس حق البحر؟ لا والله حق البحر. لا والله لا بلبس حق البحر. هذا من البحر لبسته بوي في اسطنبول. بلبس هذا حق البحر. ما هان علي غليظ وفنان وخشخش يعني النوع اللي يوم تمشي يسوي صوت مقصود بالصوت. ها
يعني يوم تمشي يكا يوم تمشي يسوي صوت بهذا يوم يضرب ينبك في يديك تضرب في اليد ها يسوي صوت عيبني ما هان عليه أدس به البحر. شو رأيك صلاح؟ Good. Thank you. صلاح؟ أنا قلت لك شغل الماي. بتقبض كل الكهرباء؟ لا لا لا. لا بس خلاص يلا بند بند بند. يلا شغل الحين شغل شغل عادة. بس خلاص. إن شاء الله إن شاء الله الحين أنا بسوي ترتيب. بتصير داخله بتوقف معاي. جو جو. هذا ما يكلم. ما بتكلم؟ آخر كلام. يلا بسم الله. حني عاد فقرة تنجيم دلة القهوة لا تسوي جاي انت غسلت شو ديوت اليوم غسلت الفنايل كله اشكر فنك كل حد صلاح ابوي يجي وشغل الغوري ويغسل الفنايل ويذهبهن وانا ابوي اي الجم الدله واطبخها ونعدل ونزين ونزل القهوه ونسير ابوي انت قهوه شو ماشي هذا لا شيء غير ابوي ابوي وين جايبين لا تحاتي طريقتنا لتلجيم القهوة أنا وشقيقي صلاح كيف؟ نبتدي ولا بعدنا؟ يلا الماء وبدأ دافي يفوح فوق عن الدفء دافي ترم تسكب بيديك لا اللي يفوح يعني قبل درجة الغليان قبل درجة الغليان تحط عادي فيه القهوة شب عليه القهوة أنا أداني القهوة الغلية بثلاث فنايين مثل ما قلنا لكم هذا الفنجال الثاني هذا الفنجال الثالث زي صلاح الحين الفنجال هذا الزاهر بمر رقم واحد حطينا الزعفران هذا نحن كل يوم نشرح الموضوع للي يحب فقرة القهوة هاي فقرة القهوة نحن كل يوم نسويها كل يوم نصورها صلاح بتكسر الدنيا وانا ما احط الزعفران شوية شوية احط زيادة في الزعفران صلاح اصبر اصبر هذا الزعفران لو تشسيناه مره رقم واحد عسى بيظهر يمغر في الدله اذا ما تشسيته ما ظهرت ريحته ولا سوى مغر ما سوى لون يعني يمغر يعني يصبغ مغر صبغ هذه الزعفران تشسيناه حطينا في طرف اماكن القناد اللي يقول هي الخاشوقه واحده ما نكتر لانه إذا كثرت من القناد راحت ريحة الهواء طعمها مسمار مثل ما تشوفون خمسة بصوص ولا أربعة أو ثلاثة على حسب والقناد كثرته وزيادة على الرغبة ولا والزعفران كذا لنتا لكن أنا هذه قهوتي هالطريقة هذا كله نحن ما نطبخه بس في بطن الدلة وهي خالي ما فيها أي شيء خلاص الحين رد أمانة ونتري الغورين من يجلب الجلب الأولي والثاني والثالث بس طفينا عنه وتريناها لين تركد وزلينا قهوتنا شو رايك؟ جبود شكرا قهوتنا على ما تشوفون خلاص تلاطمت مرة قاد يبدأ رقم واحد قمشت القهوة ورقم واحد خلاص حينا تريها لين تركد وانزلها صلاح صلاح وين ساير؟ وين ساير؟ جبت قهوة يخبط صلاح منو هذا صلاح خلصت نت شوف ما بديت الحل اليوم الحلاق اليوم الحين تبيع عاد من تركد الدله من يركد ترق لك هوا بنصير بنزل هذا اولا ثانيا وادينا ابوي اللي يقولون نحن نحط قناد اكثر ما ادري وايدين اللي يحطون القناد لكن ما ينطعم طعم القهوه الحين ما تشوفون يوم تصيرون عند احد من العرب تطعمون هالقهوه احد من العرب يطعم بس قناد او بس مسمار ترى اسمها قهوه هي ما باسمها قناد هيل مفور وتعالوا شربها لا هي قهوه اسمها قهوه تسويها قناد ريج تحرج العيون بتحط الفنيال جدا وجهك ولان احترقن عيونك من قوه القناد هذا دارك القناد ينحط ريحه ريحه ترى شيء مش شيء قله زباد وكثرت سماد كل شيء يزيد عن القاعده يختلف بمجراه يختلف حتى مسماه شيء برياني بنجابي برياني مدراسي برياني عربي برياني مليون نوع برياني الاسم واحد لكن اللي خلف هذا عن هذاك السبايس اللي هي البهارات
فلذلك كل حد وعلى حسب طريقته. انا عن عمري اكثرت شويه من الزعفران واحط شويه مسمار وريحه القناد عسبتي القهوه تنطعم تطعم يوم تجي الاستفانيل وان القهوه لها طعم لها نوخه نوكو ها زين ساعة تعال تعال ادهنيها يلا عاد تحرك انت ساعة يلا قولي تفيز العدار حبيبي ما فتنا شوي شوي ما يعرف كلام هذا يعرف كلام هذا ما يعرف الكلام ايش الساعة حمام ساعة في الحمام أنا قاعد تسموه ساعة في الحمام ساعة في الحمام طاح لب ما لب ما وراء والي هي لبيه الصراط امتعد صراحة وانت يعني وين شوف متى الى الساعة في الحمام بخمس دقائق مسكين والله يا ابوكم هذا صراحة انه مشكلة الفندق هذا وفرنا نحن عليه وايد لان خليهم ينظفون الحجرة لا يبى نظهر ولا نطلب من عندهم شيء ولا تريقنا من ريوقهم علما بانه مدفوع لاجل الريوق لكن سبحان الله ما رمنا ما يبغى اليوم شو اسمه المطعم بنزين شاهين رايحين على لقمة لقمة في وين؟ عند المنظر بصوره على البحر ها؟ على البحر على البيبيك على البيبيك ايوه قريب يعني من هنا ولا بعيد؟ من هنا قول له 18 دقيقة اي تقريبا 20 دقيقة عارف حبة قهوة تاكل لك فريدة صحة وتاكل لك شوية رنقينة وان شاء الله نتوكلنا على الله ليه؟ شو رايك؟ زين نحن عاد بنصور الحين عقب ما نتلبس بنصور لكم هاي الفقره مال الخقه يسمون فقره الخقه عاد شيء اكيد كله ضحك وسوالف وخلاف عاد بنصور يوم بنبحر عاد اليوم طالت عماكم كشختنا انا ومنو انا ومن صلاح سيد شو اسمك الكامل خادي صلاح احمد خادي بعد لحد هاي كشختنا انا وشقيقي كشفنا اليوم رقم واحد وفنانين محشراتنا في الدنيا العودة ها لا تقولوا محشراتنا في الدنيا العودة تعال تيحن تحت المرة تيه تعال الطرف هذا التمعود ها شو رايكم تمام رقم واحد صلاح ولا لا انتو واللي هبي هاي زلة احنا لا الحين شو طالع لحم حب لحم سندويش شاورما هذا ابو شاهد فندقنا اكبر مكان يبيع شاورما مرحبا مرحبتين مطرقه اهلا وسهلا حبيبي هذا صلاح شاورما لذيذ شاورما رب بارك الله فيك صلاح هذا صلاح شوف شاورما اكبرها اكبر مكان ابو شاورما في هالمكان يبل من شاورما شفت صلاح تبى شاورما ولا تبى نسير تريق في مطعم لقمه لقمة صالح نحن ريانة معزل يبقى من الشوارمة هذه الحين صلاح نحب نسير نتريق في مطعم يسمونه لقمة وايد زين على البحر بيض عندهم بيض هذا ما عندهم بيض هذا عندهم دياي ولحم نحن تعرف اليوم شو بنتغدى في مكان سيت شو اسمها اللي قاعدين حساري لها ساعة ونص بنحوط في البحيرة باليخت هناك او قارب او لنج ما ادري شو تعرف شو بعد بنسوي بنتغدى في مطعم كله سمك سمك ريج اليوم تولهن على السمك يا ابوكم سنة 87 جيت هالفندق اسمه عتاب مرمرة كنت ظاهر من مصر وجيت ابوي لس في هالفندق اظني 17 يوم عقب ابوي تحولت خدت مكان فليل صغيرون على البحر وين منطقة يسمونها ترابية جميلة ويلست هناك ما ادري عاد كم فتره الصيف كله لكن من مصر جاي مصر يلست ما ادري كم عقب جيت ابوي اسطنبول ويلست تقريبا ما اتذكر كم يوني ربعي حد من دبي حد من السعوديه ومن الدمام من الرياض يا معنا والله في هاي الفله قزرنا وقت جميل كان وقت من اروع ما يكون ايام جميل عندي الصور لكن يا ابوك الويه ما يتشاهد هاك الايام لا لحيه ولا شارب شو بقول لكم امور لكن يعني كانت ايام جميله صلاح تعرف هالرجال منو اساله قول انت منو اساله قول ابو احمد من مبارك هذا مبارك هذا ابو ظبي دابي ما تعرفه كيف ما تعرفه يا صلاح هذا دابي قول له وين متلاقين ويا خالد قبل اساله ما اعرف
بتلاقي طالت عماركم في سلفرد، ومن سلفرد تلاقينا مرة ثانية في وين؟ في اسطنبول. سبحان الله ما تلاقى إلا في من من في الأسفار. الله ييسر أمورك يا مبارك. دعك الله. وكل تقول ما يساعدني، كل تقول ما يساعدني. هذا يدخلك وينزلك ويرتبك وكل شيء تباه يسوي لك، وكل لا حمده ولا شكوره. اشتغل لك عمله ما اشتغل؟ سمعت الصقعه؟ عزمنا على مبارك وقلنا له يا ابو احمد بسير ويانا على الريو، قال ان شاء الله وهي والله تم وما خالف جزاه الله خير. شكرا على اليي يا مبارك. زين هي مبارك زين ما تشوفها كل ما في زين تبارك الرحمن، بس انت الزين يعني انت الزين انت الزين. لا حتى مبارك ما شاء الله عليه ما زين الا لبسته وطب كله كل ما في فنان بس انت صراحه شو بلاك انت تخيل انا احنا بخير كلنا بخير وبنصير نتريق ومنك بيسال بتسال صالح انت عن السكن ها ايه هذا شعار الاستقلال ما ادري ايه توقف اشارة حمراء تفنيلنا كل ما توقف اشارة حمراء تفنيلنا شو تحروا القهوة كم تسوى هاي ايه شو رايك صراحة هذا موقع المطعم اللي نحن جايينه هذا ها هذا لقمة حسمة طوله طول عرض ما شاء الله بالعالم لاين ونحن فضل من الله سبحانه وتعالى الله سخر وعبد الله ولقط لنا ابوي مكان هذا مطعمهم هذا مطعمهم هذا نحن الحين في الدور الاول بعدنا دورين من غير دورين من غير بعدنا نسير فوق ها صلاح الحين وين بيروم يركب هذا الدرج لكن احسن رياضه تمرين تمرين حقه تمرين زين دري زين هكو ها تمرين تمرين زين صلاح تروم ما اسمعك تروم خالد هي خلاص وصل وصل خالد ها احنا على اساس انك انا قلت لهم اربعه اعطونا طاوله هي الحين احنا خمسه تبغانا ناخذ صوفه ولا نزيد كرسي على الطاوله لا نزيد كرسي يطعمون الحريش صغاري ليون يفرون على الحريش خبز روتي يتيام عن ابوي ها هلا هلا والله من عقب الريوق بنصير وين قلنا لكم شاهين شو اسمها البلاد دي بنصير لها مكان اسمه منطقه دبي ما بهذا ما لا نحن وين سايرين بعد الريوق نروح بعدين على شله 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 كم تبعد إذا ما في زحمة ساعة وشوية، إذا في زحمة ساعة ونص. ها شو رأيك صلاح؟ كذا. شوفوهم اللي يشوفون هايلاك، أكبر يشوفون حد جالس يا أبوي دقوا له وغنوا وتشمتوا وساروا. الحين حرمة هاي جالسة زقرتهم. ها بلا أبوي ساروا حق حد غير، ما اتفقت وياهم، قالت أبوي أنا ما داني لا الغنى ولا الرقيص ولا شياته. فترجعون سيروا جرجعوا طبولكم مكان غير، عندي أنا لتون. هاكيها قالت لا في هاكي والله خاطرها في في الطرف بس تصورهم من بعيد لك ما تبي تدفع البيزات ما تحين بعد هي من اول شو اللي طلبت الحينه؟ ماي جبن مشكل لا تشيز بلاتر؟ اي تشيز هاني قشطه هاني قشطه زيتون هاني قشطه زيتون ميكس ها؟ اي اوكي هاني قشطه وجوز with لوز ها اوكي هاني قشطه with لوز لوز يس لوز نو نو اتس كامينج with لوز with some nuts يس ما عندهم ما عندهم ما عندهم حتى ما عندي يا ريال ما يبون ما في ما في يوك يوك ما عندهم عندهم ريوك اوكي عندنا ستيك املك املك with سجق اومليت عيون ايه سجق اومليت يس شكشوكه اوكي خبز ساج جبن بالله ها
والله ما ترى صدقه. كيف عرفت؟ اول البارحه ما هذا طعامي انا اي وانا وعيالي يوميا نبلش يومنا في اسطنبول من هنا. شوف انت والله من تحت من يحرق الكوليسترول هذا. صلاح احنا تمزر بطنك يوز ولوز وهذا وطماط وبعدين والريوق حق منو؟ حق منو نحن جايبين الريوق؟ مبارك ترى اسم مدرسه ما شاء الله عليك يا مبارك. دوم تي تركيا مبارك ثاني مره عيبك الحمد لله. فنان وايد ولا عاديه؟ فنان كبرت فنان يا مبارك. يا اخي هدوء مبارك مو عادي. ها هادي 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 زياده عن اللزوم. هاي هاي ابو كسل لا الهدوء اللي يسبق العاصفه هذا اللي يمشي وياك الهدوء مثل مبارك يمشي وياك. صلاح شي ابغي والكولي عسل. صلاح عسل تبى تلحق تحيد يوم في المغرب كلت خشوقتين عسل دلعت لسانك بغيت تموت. يوز بس كل يوز كل يوز. صلاح لا تاكل الحين عسل. صلاح في المغرب تحيد يوم دلعت لسانك بغيت اول هي تبى تسوي لي مصيبه بقول شل اخوبه يجتله انا بتموت. انا ما بموت انا ما بموت وحد باجي على الارض اول بادي بيدفن لوادم كلها خلاف اخر واحد. امين حتى اقول امين. هذه بردونا عاد الحين هذا يا ربي. هذا خلاص هذا ريوقنا كله والله ما ادري طلب بعد بيض عيون نظر شوفوا شرات المطعم ابوي هذاك اللي اول ما جينا تريقنا فيه شو اسمه شاهين المطعم اول اللي ودونا فيه ووتر سيتي. ها اول شيء رحنا اراد ابو جو اراد ابو جو اراد بلو سيتي اراد بلو سيتي اللي صرنا له اول يوم غير هذاك ابوي هذاك رقم واحد في الريوق ماشي. هذا الريوق التقليدي التركي هذا الريوق التقليدي التركي المتعارف عليه عند الاتراك كله زين وكله فنان لكن شرات الريوق هذاك ماشي هذاك عاد لا يعلى عليه تعاد مرة عشقت شيء خلاص ايه. صلاح حلفت عليه؟ الله ما اسمعك الله حلف عليك الله والله انك تاكلها زين. صلاح كيف تحلف على الريال بالاكل؟ شو قلت له؟ ان شاء الله هي ولا حتى للي تحبه ابوي حابه والله. صلاح صلاح حرام لا تشوف خلوا اللي عند جاي خالد خالد يقول خالد خالد تبي ولا ولا وخالد اللي يقول لك خالد سيرة تقول زين صح ماله الحليب ماله كله شوف يلا اشرب يقول خلاص انا لازم خلاص حبيبي انت حبيبي هذا المطعم اللي حكينا فيه مطعم زين لكن ما في مقارنة بينه وبين المطعم اللي كنا فيه أول ما جينا نسيت شو اسمه هذا هذاك شيء وهذا شيء آخر ما في مقارنة أبدا أكلهم هذا الأكل التقليدي التركي العادي يعني لكن هذاك اللي جيناه قبل يومين اللي هو مطعم سوري بلبناني مطاعم كلها فل على فكرة يعني ما تلقط مطعم ما بفل ما تلقط مطعم ما عليه لاين إيه لكن المميز مميز هاك اللي نحن ينام من يومين غير نمونه. صلاح شو؟ لابا انزين الطلابة شو بلاها؟ هيك شو تقول؟ اعطيته بيزات؟ جندل لا حبيبي ابن انت هذا بنيون هي لابا ابوي ابو تلاقينا ويا مبارك ابو احمد ابو احمد؟ ايه ابو احمد
عند عتاب مرمرة وثرنا وتريقنا وشاورت قلت له تيمل سر ويانا بتكمل يومك بتستانس وهذا. قال والله يسعدني وحب يصير ويانا بنتكشت ونعمنا الله خير. وخطفنا على ابو عبد الله واليوم ريوقنا كان على حساب ابو عبد الله. مو من مكانك مو من قدرك يا الحبيب. اي والله على فكره المطعم عادي واقل عن العادي. لا تقول هالكلام. اي المطعم لا عادي عادي. لا مطعمي المفضل هذا. اي ما عليه علي عيني وراسي. هي عادي يعني. عادي يعني لك انا ما اضرب فيه. عادي الاكل التركي العادي المتعارف عليه. من حيث السيرفيس من حيث نوعية الأكل وحجم الأكل ونوع الأكل لا يقارن بالمطعم اللي هنا هاك اليوم زين. والمطاعم اللي مغير لك المطعم زين موقعه فنان يشفع له وعالم قديم المطعم من سنة قيانوس وسمعته طيبة حتى هابا مبارك يازلك الأكل ها حتى مبارك قال يعني صراحة زين الأكل زين كذاب الله الله فتح رقبته ان شاء الله ليابنا زين يعني تسلم يا ابو يا ابو عبد الله طال عمرك كله زين حتاتك ورد ونرجس وفل ومشموم كله زين كله زين وكله فنان. لكن يا ابو حتى بطنك خف وايد ضعفت عن الاول شو ياك شافط بطني والله شافط 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 خلص التصوير لكت شوف الله عليكم يا اخوت شوف الاخوت شوف الاخوت شوف الاخوت يا ابو عبد الله لا وهنا بعد اجر هذا سكوتر وامشي اي والله شوف موجود على كل عمود مربط لك اثنين ذرا هذا لكن هني ما ظني حد يسكن ظني هني التمشيه بس ماشي فنادق انا الا اخر شيء عقب الجسر البوسفور هناك بيك كامبينسكي وفور سيزن بس والفنادق كلها مصوب لشانتي وبتقسيم وهالاماكن وين نحن ساكنين عاد انت تحب الربشه هي نعم انا ابوي ما في على العزله لا حج على العزله في القبر يوم الوادمي بيموت بيدفنونه بيازب وحيد روحه لا كان ابوي اي والله بعد شوها لا حل لي وعيني حسني في راسك حب منطحه ها صلاح كذا الله العظيم مبارك شو تسوي؟ اصور اسم المطعم. صور لقمه؟ ردينا على لقمه نحن. لا لا بلقمه. هذا نزيه، هذا اسمه نزيه، هذا وخر خال. هذا نزيه. نزيه، هذا اخطر شيء بعد بالكباب يمدحونه وايد. فطوره حلو. ليش اليوم انا مثلا ما عجبني المطعم هذا؟ شو السبب؟ مشكلته اليوم الوايد وايد زحمه هنا. عشان كذا شغالين يعني مش قادرين يسوون سيرفيس ها هذا المشكله اليوم هي كل الاكل وصلنا بارد وما في ترتيب وما في زود سيرفيس فنان يعني ما حد شعر ببارد الا انت هي نعم بارد مثلج لا والله انت تصورني شافت كل شيء تحبه البس جاكيتي انا بالجاكيت هذا مسوي زوم بعد على وجهك انا ممتن والله من الاكل مالهم اي والله مار يا اخي وين كنا نحن هناك هناك بي كنا نحن هنا ابوي دلي 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 لين ركبنا فوق ها سنحن جدا البر الثاني عاد ما اعرف هاي يسمون هو اوروبا ولا هو افريقيا ولا اسيا سريح الطرف الثاني يا رجال بسك عيونك بتتجلع انا ابو من ظهرنا وانت ولا برم ولا حرف قابض التليفون تقرا انت شو تقرا الف الباء والتنتونه سخ الفار من اذونه يا ريال بسك يا ابو صلاح شوف انت ما شو اخذت عنه انا شوف ايه شاهين كم باقي ان شاء الله 45 دقيقة يا ربي كم مشينا الحين ساعتين كم ماشي كم مشينا 120 باجي 100 هاي 220 كيلو يا ربي عيزنا يا ابو ما عيزنا الطريق يعني مسلي وجميل وعندي الاخ العزيز ابو عبد الله وعندي الاخ ابو احمد مبارك الفلاحي طال عمره يزاه الله خير بعد مخاولنا وجيته انت ها ومعنا صلاح الخالدي والنعم يا
بس نيب لا تعطيه ما مزي ما يتشاهد عقده قديم طعمه شرات لسهيكه تعرف لسهيكه تعال لا ما اعرف السهيكه لا ما بالسمك لا سهيكه هاي هالكبيره حد يسميها سنكه وحد السالفه هاي حطوها شفت يوم كنادير الصوف يبون يخزنونهن ما شي شرات التيله يحطون بين كنادير الصوف وهالش هاي يسمونها سنكه حد يسميها سنكه حد يسميها سهيكه لها عده مسميات يا ربي شو هالمجمع بالله عليك يا ابوكم ابليس مضيع عياله هاي الطعام اللي الحين تعك في بطنك منه هذا منه يا اخوي انا باكل وقول لي بالعافيه ما بقول بالعافيه بيتفخ علينا بطنك وبتوهق فيك شربت ما توهق والعرب في لندن تحيد ضرب شو ياك سكه اختناق يا في لندن بغى يموت الحمد لله يا ابوك الله نجاه ألف لا بأس عليك إن شاء الله يا أبو عبد الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم الله يخليك إن شاء الله تربي عيالك خلي زوجون أول إن شاء الله بشيركم هاي اللي تشوفونه أنا قايلهم إذا ما تزوجون أبا تزوج بجيب عيالك هاي اللي تشوفونه المارد اللي أبوكم مصيح العرب كلها والله يا أبوكم يا داخله طفل هذا اللي تشوفونه هالمصك داخل الطفل أدنات الدون يكسر خاطر وقلبه حنون هل تشوفون هالمارد لكن سبحان الله ساعات يظهر بصورة مارد وساعات يظهر بصورة ودع حمل وديع لكن سبحان الله حين أشوفها سوى حمل وديع إن شاء الله يكون تكون هالشخصية دوم إن شاء الله دوم ما عاد هذاك أنت إن شاء الله يبوك الله يخليك يبوك بشكل بيتوحونك العب يدعون عليك يبوك وانت روحك ما تزداد ناقصين احنا ايه والله ما تزداد طالع سبحان الله بسم الله يا غير مركي تعرف مركي شو بعدها مرك الدياي الويه يوم يتعفص قالوا عنبه بسم الله ويه غير مرك الدياي فلان من كثر ما هو متعفص متعفص ويه لا هنا منو قص حد قال لك والله يا ابوك بليتك الحين براويكم صورتي ابو كان صغيروني جميل ظهر خلى لك عيونك جميل جمال هي والله يا ابوك ملك جمال الاول وحينها مركي غدا ظهر وخلى لك عيونك ظهر الصوره بالفيسبوك اللي انا ادورها لا هذا التليفون بحراوي فيها الفيسبوك الحين يلا ما بصور قبل ما اطهر شوفوا بالله عليكم لا اله الا الله شوف اسميك يا الزمن ما سويت خير العمر يا اخوي هب العمر بعك صغير انت اصغر عني بخمس سنين هاي الصورة يمكن بثمانية ثمانية بالله عليكم هذا 33 سنة 33 سنة يا ابوك من يورك ومن كرك من كثر ما دعت عليك العرب تعال كبرها ايش تباب انت خبر ابي العرب تراويهم شو تراويهم شوف بالله عليكم شوف زين جون ترافولتا هب شوف والله انك بعيد اخير عن جون ترافولتا شكلك الحين عاده الحين ما تسوى حتى محزم جون ترافولتا صالح كلوني الحين كلوني كلوني جورج كلوني ما شيء جو كلوني ما مركي تعرف مركي خبرتك المركي ما شاء الله تبارك الرحمن شو صلاح؟ الله وين ما بيغدي ابوك تغدي لحمه اشارات المسجد كنت توي يسولف علينا صالح يقول عندي هوايه الاول شي هوايك؟ لا هي ما بهوايه انا يوم صغير شقي كنت هي في الغربه كان ادوب بروين في ثعبان ولا افعى او حنيشه اللي انت تقول عنها ماشي مره اشد حصاي واضربها على راسه ولا عقارب ادور هندواره مره شوف انت هاي حياتنا كان خرفه كان هذا يبل وهذا النخيل وبس وانت قدام البحر وتدور العقرب والحيش وين يكون؟ امين امين صراحه ما رامت وحده من العجارب تلدخ ولا افعى؟ لا ما رامت سبحان الله قتلت حنيش في حياتي اكثر ما قتلت تماسي قول والله ايه يا رب اسميك اني الحنش والعجارب قصرت الحين لا الحين عادي يطلعوني في المنام في المنام يبني ياخذ مقضاهن اخاف من الحين هذا فريج اللي تشوفونه بيوته ودنيا وعلم وخبره شاهين اذا استوى عرسه هني زقرنا بني نطالع عرس مش قايل في خاطري حضر عرس اتراك لا لما تجوز
زين لا انا ابغي حمر عرس 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 على قرعه ويحب حول عرس هذا لو بيعرس عرس من زمان اقول لك شاهين لا تنسى يا بيسوي عرس صقرنا انت طالع اليوم باكر ماشي عرس هالفرجان طالع نحن نامنا اليوم عندهم فريجهم طالع يمكن شيء عرس شاهين الفريج هذا هل من وين هل وين المنطقه اللي نحن فيها السكان من وين هاي البيوت الناس شيله من ضيعه من ضيعه شيله ها أه؟ نعم شو اسمهم هايل من اهل شيله شيله ايوه بس من ضيعه ضيعه ايوه اي ضيعه شيله ضيعه شيله ضيعه اسمها كرجاكوي كرجاكوي أيوة. هاي اتراك يعني لو من وين أتراك أيوة. كلهم اتراك يعني ما فيهم خليط يعني من شرق وغرب ما بخليج ما فيهم خليط خليط خارج اتراك ما ايه خليج مبارك منو ترمس والله يبكم ظهرنا الحين بنوصل ولا حرف تنطق ما قال ولا كلمه بلاك ما ترمس يا هذا اللي يرفع لك عندكم ها شو هذا حلو صور لك شو هذا مطرش؟ ايه منو؟ سناب منو مطرش لنا؟ هلكه؟ مبارك مبارك الفيديوهات اللي طرشت لي اياهن اللي الحين بنزلهن كم عمارهن؟ كم عمارهن؟ ثلاث سنين ثلاث سنين تلاقيت وياه في سلفرج واليوم تلاقيت وياه في اسطنبول وعنده الفيديوهات واحب انزلكم اياهن مرحبا يا ربي بعيد يلا ايه بس بعيد البعيد بده تعب طبعا الحلو بده تعب يلا تعال على مرحبا باسل كيف كن يا ريال هذا يقول وين ابليس مضيع عياله هذا مطرح ما انتم جايبيننا اي والله وايد بعيد وايد زين ما عليه بنصير دبه وبنشوف ها محجوز طلع ما في محلات احلف اي والله تمزح اي والله بس في محل ثاني يعني نسير وي محل ثاني يعني هذا نحن اللي جايين علشان ماشي محل عليكم شوفوا هو هذا منا شو اللي ماشي محلات يعني الكافيه هذا لا هذا اوتيل اها هو اوتيل وكافيه بنفس الوقت هي شايفه هون المحل السكن تبعه فوق وهون النهر تحت تعال شوفوا هذا كيف جايين عشان تم الاساس شو اسمك انت نسيت اسمك تقي نحن جايين عشان والله جايين مشان نشوف هون الصراحة الفندق هذا يعني ايه الفندق هذا وهون القعدة كانت بتجنن كتير يعني قلنا نشرب لنا شي شغلة قبل ما نروح ناكل زين نحن ما بنقدر حتى نيت ماشي ولا طاولة فاضية ولا شي هذين هاي خلايا فاضيين هالكراسي ما بدهم يعني بقولوا يا اما تقعدوا مثل العادة مشان غدا وهيك ما نبغى غديات ما بدنا بس هلا شو بدنا نسوي؟ شايف هاي؟ الفندق هذاك ها وين؟ زين؟ وهذا طالت عماركم احنا جيناه بالشتاء المطعم انتو اخر مرة جيناه بالشتاء شو كان الوضع؟ ثلج وشعلين الحطب كان الله. هون بيجنن كله ثلوج ثلوج عاد انا ما داني الثلوج يا رجال بس شيء حلو كثير حلو انا ما داني الحلو اللي فيه ثلج هون شوف هون هون فعاليات هون البار عندهم بعد بار يا عثرتنا هون جلسة على المي
شايفهم؟ نحن نحب ناخذنا من هذه؟ ان شاء الله ايه، ناخذ واحدة من هاي الكبيرة شختورة. ايه قلت له للشب يضبط لنا اياها. زين. نحب ناخذ واحدة من هاي لها. وين ركب ابوي بنحوط وبرا. هاي الشختورة في هون كذا اوتيل على هي. هاي على هذا النهر. ايه. بدنا نشوف شو احلى اوتيل ممكن نقعد فيها بعد الفتلة. اذا زاد معنا وقت. هاي اللي نحن فيها شو اسمها؟ افا. هاي افا. ايه. نحن جايين هني نيلس. هذا اسمه جرين لاين الاوتيل. اسمه جرين لاين. زين جاي نحن بنيلس نحن لكن ما لقينا حد. ايه. فلذاك بناخذ الشختورة. الشختورة ونفتل على بالنهر. هي. نشوف هيك كم اوتيل على يميننا وعلى يسارنا. زين وخلاف. الخلاف شو معناته؟ يعني بعدين. وبعدين بعدها ننزل على شيلة. شيلة اللي هي البحيرة. اللي هو البحر اللي راح ناكل فيه سمك. آه. وهنيك السمك بجنن يعني. ونحن هذا ما هذا ما بحر هاي. هذا نهر موصول للبحر. أيوة. لنهايته بالبحر هذا. سبحان الله. تعرف هذا الرجال منو؟ هاي اسمه مبارك الفلاح. مبارك الفلاح. من هالعيد. هذا آخر مرة شايف إنه في لجلج. واليوم شفته في اسطنبول. وصلنا طالة عماركم حاليا طرف النهر. الحين وقفنا سيارتنا وهذا أبو الطراد حاله بيشلنا. هذا صلاح اول واحد تفيزر وهذا مبارك وهذا الجسمي وهذا شاهين. يلا شاهين محمد نجحت العمل. اي والله ما شاء الله عليك جزاكم الله خير. هم لي ابوي شقلا وصلاح لين داخل تقي ويا اخوه ولا لا انا ولا في حبيبي ما علي. شوف اللون كيف. شوف هناك وين يلتقي البحر بالنهر يصير يصب هناك. هذا المدفق هذا ابوي وين الحين هذا شرش. شفتوا بطحة صحم بطحة صحم يا غير سبحان الله بطحة صحم يدفق ابويا الوديان تتيامع في بطحة صحم تصب كلها انزين وتصب ابوي في البحر هناك بحر الباطنة هالنمونة. لا اله الا الله نفس الشيء سبحان الله. بدنا نعدي على الاوتيل اللي من شوي مرقنا قدامه. انزين مرقنا قدامه. انت مرقت قدامه ولا ما مرقت؟ مرقنا دولاب في خفة الهند. ها صلاح ايش مستوي عليك ابوي ايش مستوي عليك انت؟ والله ما حد ابوي متعزز الا انت الا يشلك وكلن يحطك وكلن لا وفي الاخره الجنه زيد بعد لا حساب ولا عقاب عايش حياتك انت بالطول والعرض. استغفر الله العظيم. كل مطاعم وين ما يصير مطاعم على اليمين واليسار على الضفاف. شوف له حقه هني انت شوف له حقه ما اكثر ما تصور عمرك يا ابو عبد الله. يا 24 ساعه يصور عندكم بعد ها كلن يصور عمره وانا ابوي ما صورت عمري. الناس جايه هاي صوروا عمرهم هاي تكون والله على مين بحر على مين عهدير البوسطة. شوف العالم شوف العالم شوف العالم طلع عليكم شوف العالم. لا حد يسألني شو اسم المكان عاد أنا نسيته. باسل شو اسم المكان هذا اللي نحن فيه؟ باسل شو اسم المكان؟ أفوا أفا. ايوه اسمع أفا. هلو هاو ار يو نيم نيم هدير. هدير تعرف هديل هديل قادر قدير قدير تحريت والله اسمه هديل. اي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. بيوت ودنيا كان يجنن كان تبون الصدق. لا تقولوا لي ما فنان المكان. لا تقولوا لي لا تقولوا لي ما وديتكم مكان غاوي. وديتكم مكان غاوي ولا حد شافه قبل. الا اللي هيك اليوم هالبلاد يمكن. والله يمكن الناس كلها تي انا اول مره اجي هالمكان ما اعرف. انا ما قديت اول مره اجي. مكان زين وفنان ويرزق العنوه يعني اللي بي لين اسطنبول وما بي هالمكان ترى غلطان. ترى غلطان ضروري اللي بيوصلها ساعتين ترى ساعتين ساير وساعتين جاي يوم شيء زحمه يوم ما شيء زحمه عادها اقل. المكان يا ابوكم ما زينه يا ابوكم ما شاء الله تبارك الله والله يا ابوكم
لزين وزين وزين وفوق عن الزين هذا المكان. للي موجود هني لازم ان هي هالمكان. على كل حال الله عليكم. ابعد شيء من غير البر هذا للبر هذا يعبروا. سلام عليكم. هلو هلو مدام هاو ار يو حليله. صلاح سلمت عليهم صلاح. هي تحملت خط على الدال العرب ما تسلم عليهم. خيبه هذا مره ممزول لين عينه هم وعيالهم ويرانهم جايين مره كلهم. سلام عليكم حليلهم. صليان والله ما حد منهم رد علي السلام. قال ابوي ما بصاحي يسلم على العرب. شوف هاي هون هاي بالايد بجروه من الطرف للطرف بايديهم يسحبوا. ايه خطاف هذا يعبرون عبره عبره يدويه. الله عليكم. البر هذا للبر هذا سبحانك يا رب. اكيد بيزا ما ظني بلاش. حرام يدنا المكان فنان. صارت عماركم نهر ما بحيرة نهر عمقه 4 أمتار. كم طوله؟ طوله كم؟ كاتش متر او صندوق 241 كيلو متر. خيبة جاي من ازمي. هاي من ازميد يعني 200 وكم؟ 41 240 كيلو متر طوله هذا يمشي وياي من ازميد. ازميد وين تكون؟ يو 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 من الحسا. هل الحسا يو يحباني ما يحباني يحباني ما يحباني. صلاح يعلش صلاح شو تعلش لسانك؟ اهلين خيو. اهلين الحبيب. مرحبا. يا هلا والله. اي والله. شو ما زين للمكان يا ابو بكر. ليك بشكل عام هلا اذا شفنا عائله تركيه دائما بتكون مكونه من اب وابن والاب والمراه ويا ولد يا ولدين اذا ماكسيموم. ما يبون عيال وايد. ابدا. ليش؟ ما خلص انتهت الامور هاي. الا بالقرى يعني في يمكن 4 أو 5. هلا يمكن شيء قدامنا نشوف عائلة إذا شفناها بنرجع بنصور. ثلاث تنفار هاي عائلة تم ريال وحرمة وصغير ولد أو ولدين. ولد لو ولدين عندهم ما يبون أكثر. ليش؟ شو السبب؟ الإيكونومي تعبان والوضع صعب. بيوت صغيرة بيوت صغيرة عيشة غير ما متعودين. لك بعد هاي واحدة تانية هاي الاب والام يشتغلوا ليه تربي اليد. هاي هذا الكوفي اللي احنا جايين على سبه القهوه على اساس ان نجلس احنا هني وما طاعوا يجلسونا. قالوا لازم تحجزون في الفندق وتجلسون وعقب تستغلون كل شيء عندنا نحن. اي لازم تاكلون لان احنا ناكل في مطعم سمك في منطقه ثانيه محتونا متريجين. ودينا نتغدى احنا مستغرب هذا كل واحد مع حبيبته ولنا اللي خطف كل واحد مع حبيبته. زين بتجلس وياها كان بترمس كان بتسولف. اي والله شو بيسوون؟ شو هالرمسه؟ يوم كامل اقضيه مع خطيبتي يوم كامل اقضيه مع حبيبتي شو يعني كان بترمس؟ يغني لها ولو يغني لها ان شاء الله زار يدق على راسه بيتضاربون يعني ابو حدير وميلس مشاهد وحده من الصبح لين في الليل ينان هو. انا ابو ما شيء كالف اني والله لين برمس ويا وحده ساعتين 3-5 دقائق مارو. ايه هذا كافيه بعد وايد يمدحونه زين مطرف من بعد هذا اوتيل. اوتيل ها؟ ايه. على شو كلم هو فندق وهو مطعم وهو كوفي. مكان جميل والله مكان جميل جميل للغاية سبحان الله سبحان الله.
تحت القهاوي على ما تشوفون. خلاص بردنا احنا الحين ها؟ ايه خلاص نحن ما بكمل لفه كامله. وي بقول لك 241 احنا مشينا 2 كيلو بس كيلو وين ابوي مشينا؟ ما فينا ابوي نمشي الدنيا كلها، بس قلنا الحين اكو بيدور. ايه برد ابوي وين ما يينا؟ سيارتنا بنسير جدا البحر ها؟ اه سير البحر. وين بنسير؟ شو اسم البحر اللي بنسير؟ شيله. كم يبعد؟ 45 دقيقة. خيبة. ايه 45 دقيقة. نحن لأن هو هاي المنطقة كلها اسمها شيلة، بس هون شيلة قسم أفا يعني منطقة أفا. انزين. ننسير هلا نرجع الشيلة على البحر، كمان منطقة منظمة جديد. انزين. وكلها في شيء 4-5 مطاعم من المحلات وأكلهم كتير مميز، وهلا بنشوف مع بعض خلال ساعة ثانية. إن شاء الله. وعقب برد ابو ظبي اسطنبول. برد كم المسافه بتكون؟ ساعتين. غير اللي مشينا احنا لين الحين كم مشينا نحن؟ احنا مشينا ساعتين ونص، نص ساعه لشيله. ها برد الحين على ورا. برد وين جينا؟ ايوه بنرد وين جينا الحين. برد وين جينا ولا لا لا بنرد 45 دقيقه لورا. ايه؟ ومن خمسه بعدها ساعتين لاسطنبول. ايوه انتوا قاصدين تجيبونا الحين هذا المكان ابعد عن مكان الغداء صح؟ بس أيوة. نحن قاصدين نجيبكم مشان تشوفوا، لأن هذا منظر صراحة بالسنة بنتمتع فيه 6 شهور أو 4 شهور بهذا الجو الحلو. إيه والله، واليوم الجو سبحان الله من درجة حرارة 25. إيه والله حلو الجو، حلو الجو، المكان يعني وايد فنان. أكيد رواد تركيا دوم يجولك، أنا ما أعرف يعني كل. هلا نحن هون، هذا هو البحر الأسود، نحن مطلين على البحر الأسود، هذا النهر يصب في البحر الأسود. فهذا هو المنطقة اللي نحن فيها. هذا هو مصب البحر. أيوة. رجعانين هلا هاي 2 كيلو. أها. ال 2 كيلو اللي هلا نرجعون. أيه. بعدها بدنا نرد نروح لمنطقة اسمها شيلي اللي هي هاي هون. أيوة. هون الدولة مسوية ترتيبة جديدة ومغيرة كتير مناطق بهاي المنطقة بشيلي. كانت وعقب اسطنبول وين الحين؟ اسطنبول بعد ليك هون. بنفتح هيك. اسطنبول ليكا. نحن هون لهون. حشي يا بوكا. حتى بنشوف ساعة وسبعة وثلاثين منا. إذا ننطلق فورا من أفا ساعة وسبعة وثلاثين. بس لأوتيلك ساعتين. من هني لين فندقية ساعتين. أنا لبيتي ساعة ونص. أيوة. فهمي يا ظني. يا ويل عاد اللي ما تفهمي. هاي كلها اللي تشوفون هالبنيان هالفلل. ها كلهن فنادق صغار. ها كلهن يعني مستويات زينة يعني وأسعارهن. بين 150 و 120 دولار او 100 ويمكن في 80 ويمكن بعد في حتى اقل يعني. اقل من 80 يمكن ما في. ها؟ ما في اقل من 80. ما شيء اقل عن 80. اتوقع انه يعني شيء جميل واحد بي ويا ام عياله ولا بيرضيها متزعلين وقالت له ودني ابوي وين صار الخالدي هاك اليوم هناك ودني اثنين طغات هاك صغار يبي ابوي هني. هاي اصبح مشاهد لنا وامس مشاهد لين تلوع شبده شمنه. تردون للبلاد ابوي ضاربه ويا مره ثانيه. اي والله شو بتسوي الحياه؟ اي والله ولا سير بقعه غير ولا ما شاء الله عندنا الامارات نحن مليون متنفس. مليون متنفس ومتنفس تبارك الرحمن. حدود الامارات من ابو ظبي لين الفجيره اكثر عن 1000 كيلو. هذين 1000 كيلو يا ابوك فيها مليون منتجات بريه وبحريه ويزر وفنادق وين ما يصير جميع المستويات. لكن بين فترة والثانية الواحد يحن انه يظهر يصير شرق ولا غرب يركب طيارة يعني يشرج يغرب. حلوة السير والجي، السير والجي اكيد انها حلوة. التغيير تغيير واجب لكن للي محكور. لكن اللي نحن ما شاء الله نحن في الامارات الاراضي مترامية الاطراف وين ما تصير فنادق. بغيت جو يبل، بغيت جو بحر، بغيت جو يزر، بغيت جو صناعة وسياحة. هي صناعة وسياحة كل شيء موجود، كل شيء موجود عندنا في الامارات. هني مثلا يتمنون يكون عندهم طعوس، يتمنون عندهم تكون رمله، يتمنون يكون. انا لازم افتح مصنع هناك، بس بدي دعم الصراحه. اذا ما في دعم ما ما ما, ما بدي اسوي هذا. والحرفيين وين بتجيبهم؟ ايه الحرفيين بنجيبهم نظبطهم. هي والله حرفي، بس بدنا دعم ان شاء الله. اذا في دعم ان شاء الله نفتح هناك ان شاء الله. اذا الله احسن مصنع اساس. هذا اللي تشوفونه بعدها في الدقصيوان. كل الفنادق اللي تشوفونها كلهن فنادق، كلهن فنادق هذي تشوفون.
شيء القديم وشيء الجديد وشيء المودرن وشيء الكلاسيك. حليلهم تحرهم عرب. اي والله حليلهم. اي والله ما ندراب من هالوين هالحريم من عندنا. شفتني ضحكا حبي ضحكا بتسمن يعني. شوف شو بقى عليك. ما بيلحقوا. جميل المكان والله لو هو هواي لازم تصور لكم 24 ساعة من كثر ما هو جميل. شوف 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 الحلال حليلة كهرباء تتشلين عين هالمطعم ما في ولا طاولة فاضية. لوما خبروني بهالجماعة عن الاتراك. الاتراك يبتدي يحب حرمته أم عياله من بعد سن الأربعين. من بعد سن الأربعين يجلس مشاهد إنها صبح ومساء ليل بنهار. من بعد سن الأربعين عكس لبقى عليه من غير يوم هي صغيرون يحبها ليه سن الأربعين. من عقب سن الأربعين يفر ويها عنها. هي والله حد منهم حد ما قلت كلهم حد عادل. صلاح صلاح خلبيني والله منو منو انت خبر شو قلت هي عندك كلام سر ما يبقى حد يسمعه خلاف. يا ربي يا صلاحي هالأسرار اللي ما توجه. ها أبو عبد الله أهلا الحبيب شو رأيك في الرحلة؟ خفنا على المطعم هاك اللي ما سوى لنا سالفة أربع خسران خسران لا هذاك عزر عزر الزبة لازم بتون عسب كوفي تقيلون وتسكنون وتغدون وتعشون فاضين له دراني صورنا لك كم من مقطع انبهرنا الله يصير بيته. اليوم طلع اليوميته اليوم. هي والله هو يستنى هاي الرحلة كل واحد ابوي منهم هاي طلع دول ورا كلهم يستنوا هاي كلهم ابوي كل حد ياخذ له دور كل واحد ياخذ له لفة وبس تريب واحد له خذ بهم لفة وقفنا طالت اعماركم. هذا مسيد هني تمسحنا وصلينا الظهر والعصر وحين بيودونا مكان مغارة وعندها لها شلال وما أدري شو وعقبها بنسير المطعم اللي هو على البحر في هاي سلبوا عليه يسمونها شيليه. هاي هي اسمها كلها المدينة البلاد اللي نحن فيها كلها يسمونها شيليه ومتفرع منها عاد هالفرجان وهالبيوت وهال اللي بقى عليها الحين أصور منها وبس وخطفنا عدى المسيد وهذا وقت صلاة صلينا الظهر والعصر ما أعرف شو اسمه هذا المسيد هذا وها ما أعرف شو بس الحين نتريد نتوكل على الله نحرك. طالت عماركم وين وقف ابن الدرب خلاص حين هذا وصلنا ابو هنا الغابة وحن المكان اللي سايرين له نحن فوق عالي هناك بعد ما وصلنا جل المغارة والشلال وهناك بخطفنا وين يمثلون الفيلم يا ربي العالم ليتكم لا شفتوا العالم ما كثر مكان ما خلونا نصور غرب الله تم الله تثر هين تعوين صك هم بارك هناك ابوي تب صراحه ويا السيايير زي شو نسوي ما طعن السيايير يصعدن فوق كان ما يجينا ليانا في روس اللي بال هاك الايام حبا باسل باسل بدنا 4x4 شو يعني؟ يعني فور ويل كبير دفع رباعي ايوه الدواير تبعهم كبار انتوا لابسين جوات رياضه ليك شوف الغماء يعني حرام راح يعني الحين شو خلاص لازم ننزل الشلال روح الشلال يلا روح الشلال تبى الشلال انت بعد خلاص هي خارب وخارب راح البيت شلال جوتي راح جوتي راح ابوي حاتي جوتي هو هي ابوك هذا جوتي ابوك بس مال المطار مال الطياره فيست كلاس نسوي الفي والله حرام اي والله يلا خلاص بس حلوه هاي لما شفنا دوك شو مبارك مبارك كم تصور عمرك لا يصور الغابات يصور عمره هذا كله حق المعجبات انا اللي ورطان شوف خالدي
قرب الله البربل. قرب الله البربل. احنا في غابة حلوة والله. هي والله. ما في نبتة. لا هاي غابة نخي. والله. هاي أبو الشير اللي شو كل شير نخي هذا شير نخي. شير نخي. والله. ولوبيا. تعرف شيرة النخي؟ لا والله. تكذب. قسما بالله ما أعرف. لا تحلف الله. أنا أكل النخي وما أسمع أعرف شيرة. هاي شيرة النخي. وين؟ هاي اللي وراك. آه. شوف الله عليكم شوف. شوف شوفوا بالله عليكم ها يا ربي يا هي دنيا ها هذا كله تمثيل الفيلم هذم ها لحقوا هاكو قوم السيوف ايه عنتر يا حاميه ها الحق ما تلحق ايه ما شاء الله تناكر لمياها وهنا عاد ياكلون طاولة هذا ها هذا كاترين جايبين ناكوين ياكلون كل ممثلين هاي سلام عليكم مرحبا ما بنته اي والله النجحي فنان يا ربي ما اكثرهم أيه. وخيولهم دنياهم وين ساكن الوالي بيخطف عليهم بخيله بيدوسهم بيقولهم قوموا عن الخيل توطاكم احنا لكماكم وشرواكم قوموا عن الخيل توطاكم احنا لكماكم وشرواكم بيتناثرون عنه بيخطف الوالي بيخطف الوالي بيقصف صلاح شو بلاك مظلعه يا 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 حليل ترى دبشه يا يا حافظ عليهم يا اللي هذا كلب هناك كلب هناك شفت عرب الله ها ما زين حياته ما زينها ما زينها من حياته وصلنا ماشي وهاي هاي وحده هنتين ثلاث اربع هاي كلها رواعي الامارات قاس يوم عرفونا بني سيترينا بعد ما اقول عن شيء هاي كبيرهم علمهم السحر هاي الامراد يترينا مخلصينهم عشاء وقول الجماعه هناك يتريوني وانا حياسه اسولف وياهم هذا المطعم على ما تشوفونه مطعم عادي زين البحر بحري سيفود موقع وايد يقول وقت الغروب وايد زين والبحر هذا تحت يدح ما يتدح تحت المطعم واللي عنده ما اكو سيفود وسلطات هاي سلطاتهم دنيا والدين وهذا سمك شمها هذا سمك شمها هذا السمك اللي هم حاطين طبيعي هاي كنا قرفة. وصلنا أبوي المكان مكان على شوي برودة لازم عاد لا بد ولا عذر من الجاكيت وهذا الشباب حاضرين هذا أبوي ال كابتن باسل وهذا كابتن صلاح وهناك كابتن مبارك وكابتن تقي وأستاذ عبد الله أبو عبد الله. هلا أميغو. أشكر هنك حطوا لنا أول بادي هذا سلطة ما تقاي خلاص عاد حطوا لنا كل محبة المطعم يعني يتواصفوا به. عادي بحري مثل المطاعم اللي في اليونان اللي في ميكينوس اللي على البحر العاديات لكن كأكل أكيد إنه بيكون جودة لأن تركيا تركيا أكلهم كله جيد ما شاء الله لكن كسمك ده دبي السمك سمك لنا نحن أكيد الإمارات سؤالي الحين نحن مشوارنا وين رحنا وين وصلنا هل إن رحنا نزيد وردينا المطعم وحبا نكمل كثير كيف كان خلينا نقول إنه نحن هون اسطنبول مشينا على أطراف البحر الأسود زين رحنا أول شيء على أفا من بعد ما رحنا على أفا طلعنا على الجبل نعم هذا محل ما شفنا التصوير ومن بعدها رجعنا نزلنا على البحر بس من طرف اسطنبول زين فهلا رح ناكل سمك وبعدين نرجع على اسطنبول ان شاء الله نفس الطريق اللي انا فيه ولا غير لا غير طريق بنرد بنرد على غير طريق ايوه كم يبان اكثر كم يبان وقت ساعة تقريبا ساعة ساعة ونص بتكون بالاوتيل ان شاء الله حسب الترافيك تبع الجسر زين هذا الخبز اللي خبركم هذا هو الخبز اللي خبرنا عنه شو بلا المطعم هذا اختصاصه بالخبز وليس بالسمك هو بيخبزه على عدد الاشخاص الموجودين اصلا زين شو يميز الخبز هذا يعني
طعمته اطيب من السمك نفسه. يعني انت بتشوفه هو عباره دائما لازم يكون سخن تازه فريش. سبحان الله. يلا تفضل. هاي مع السبانخ. شو هاي حينة؟ سمك وسبانخ وشو بقلبه بالضبط اكثر ما بعرف. المهم هذا الستارتر حينة. هذا الستارتر مالهم حينة. شو هذا حينة؟ هذا السمك محطوط بقلب الفرن مع الفطر والبصل والفلافلة والدومات بقلب الفخار. هذا محطوط بالفرن صار له اكثر من ساعتين. يا هذا سلام. من قبل ما نجي نحن مجهزينه. يا سلام. اثنين طالبين؟ ايه ايه واحد لنا واحد لنا. حتى جبت له سمك لقاله قال في سمك حاببه. يلا ليك كون يا ربي. يلا صلاح خلي الريال ياكل. اه بعد خلي اول اول. شو اول ما خليت ياكل؟ اول خلاص. كله نعق في بطنك. هذا على يميني باسل وشاهين باسل. ما انتهى هذا القلم. ها حبيبي ما تقدر ولا تريد.